عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، وين نجم مانشستر يونايتد سابقا، وين من قال لهم من الصعب، وين من الصعب توقيف رياض محرز عندما يكون في نهاره، كيكون في نهاره. وين أشاد آلان سميث نجم مانشستر يونايتد سابقا ومحلل قناة كاي سبورت بالنجم الجزائري رياض محرز، ما كاش لي حبسوا، قال له ما كاش. شاهدنا فانيك محلل، فانيك محللي في فرنسا البارح يهضروا عليه، يعني رياض محرز دائما وين يكون. شوف هدف رياض محرز لازم هذه هضرناها ونعاودوها. كاين اللي يقول لك بصح رياض محرز في مانشستر سيتي على بالك بلي عاطينو 60% إشهارات 60% صحافة كل شيء ليه، وهذيك 40% مقسمينها على اللعابة باش يكون على بالكم. شوف محرز ماركي بونت كاع الناس تهدر عليه، محرز يتريبلي كاع الناس تهدر عليه، محرز يدي كونترول كاع الناس تهدر عليه. في مانشستر سيتي رياض محرز هو الأول، وراه الأول صح، داها أحسن لعاب في ليكيب 2020. وقال سميث في تصريحاته محرز كان مصدر خطورة طوال المباراة، لقد حصل على بعض المخالفات في أماكن قريبة جدا، وصح. وأضاف تمكن من تسجيل هدف الثاني بخطأ من الحارس، لكنه كان يحاول في كل مرة أن يسجل، وتبع من الصعب إيقاف محرز عندما يكون في أحسن أحواله، دائما ما يحرج المنافس. هي وكانت ردة فعل قوية تاع رياض محرز، وين خاصة وين رياض محرز بعد وين شاهدنا كيفاش رياض محرز التعليقات تاعو، وين عبر محرز كذلك في تصريحات تلفزيونية شبكة سكاي سبورت عن سعادته الكبيرة بالفوز المحقق رفقة ناديه مانشستر سيتي أمام نادي أرسنال برباعية 1-1 في مباراة ربع نهائي كأس رابطة الإنجليز لكرة القدم على الملعب الإمارات. ويتكلم محرز إنه ورفقائه لعبوا مباراة جيدة، لأنهم عرفوا كيفية الدخول في أجواء اللقاء مبكرا بطريقة سهلة، وسهلت عليهم الفوز بعد تقديمهم مردود جيد رغم قوة المنافس. مضيف أنه من الصعب تسجيل 4 أو 5 أهداف في كل مرة. تسمع أكسس واحد خطرة قال لهم يجب علينا باش نستعرفوا بمحرز لازم كل ماتش يسجل، لازم قال لهم لازم كل ماتش يسجل، كل ماتش يسجل 3 باش نقولوا محرز لعاب كبير. يا ودي نورمال صاحبي، حسب قرد صاحبي. وهذا كلش وين محرز وين عرف كيفاش يرد جميل الانصار، وين غوارديولا شاهدنا غوارديولا وين قال لك هذا الفوز مهم للانصار، يعني وين مهم تشوف كيفاش انت تشوف كيفاش دي زونسيا جوار وين معترفين به، تشوف معترفين به. تشوف هنايا كيفاش يطيحوا عليه ولد البلاد، يطيحوا عليه حنايا هذا رياض محرز وين دائما وين كيما نقولوا حنايا مشرف في الجزائر، احسن سفير للجزائر، احسن سفير ما نهربوش منها. خطره تاع افضل لعاب عربي راه كاين بن ناصر وكاين محرز، شو كيفاش يحوسوا كيفاش يزربعوا النقاط، تروح تصيبهم دايرين صلاح، تصيبهم دايرين واحد تاع امارات، تاع الامارات واحد سعود، دايرين زياش، دايرين كاع واحد. شوف هما كيفاش خبثاء، عارفين شي يدير لك زوج جزائريين، دار لك محرز ودار لك بن ناصر. حنايا انا وهاد الناس غادي نفوتي على بن ناصر، على محرز، خاطر محرز هو الاولى، بن ناصر راه جاي في الطريق.
صح محرز هو الاولى، موند كامل يهدر عليه. بصح شو اللجنه اللي دايرينها في قطر، كاع البلدان داروا واحد 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 الا الجزائر دار لك زوج، باش الا كاين 100 صوت على محرز غادي تولي 50 على بن ناصر 50. شو الاصوات كيفاش يهربوا؟ بصح مصر دايرين صلاح، دايرين واحد برك ماشي المصاروة، دايرهم لجنة التحكيم اللي مشي باغيين محرز يديها، مشي باغيين محرز يديها، هادي باش يكون على بالكم برك. هذيك حنايا اليوم نقولوا نصوتوا على محرز وبن ناصر راه جاي في الطريق، نصوتوا على محرز وبن ناصر راه جاي في الطريق. كيما يقول لك الاصوات لازم ما يتفركتوش. لو تصيب انت يا لعاب اونسيان جوار تاع مانشستر يونايتد يشكر فيه محرز، قادر يشكر لك ود بلاد، وقادر يشكر لك ستيرلينغ، قادر يشكر ساعه ستيرلينغ ما لعبش، شكون يا ربي، قادر يشكر فوندين، قادر بصح لا هضروا خاطش ما يعرفوا ما والو، ما صاحبوا ما يجمع معاه ما والو. نقول لك يعرفه في التيرا، يحكم عليه في 90 دقيقه، يتفرج مش يقولوا له. حنا لهنا نعرفوا كاين ناس يقولوا لهم سوى يتفرج. ما كيما هذاك تيبو قاعد ويتفرج ويتناقش مع راهم يتفرجوا ويتناقشوا، وبعد يخرج يهدر. كي قال محرز من الصعب توقيفه من يكون في احسن احواله، يعني قالها شاف الصح وشاف، قال لك لي كوفرو رغم ان الهدف وين نقولوا باللي الغارديان دار غلطه كبيره، بصح حتى لا كان غارديان، كانت البولا كانت فور، ضربها فور، حنا تبنا بلي ساهل ضربها بسياسة، يا ودي ضربها والله لا طلق عليه جر وينبح، طلق عليه جر ورايح حق يتنبح. هاي 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 عامل واحد جناهم لي كومونتير قال لك كثر خير الغارديان، يا ودي كثر خير الغارديان صاحبي، قالوا فاني كثر خير اللي ضربها، كون ما ضربهاش الغارديان ما يديش غلطة، كوطاها له بسياسه الكارديا كان غادي يشدها. واحد قال لي كونيير كان غادي يضربها بيد وحده، قال لي كونيير كان يا ودي اضربك تما، لازم يجي نيير، لازم كي تجي كوفرو يجيبو نيير. قالوا في لي كومونتير قال لي بلاك تهضر على البنت اللي ماركاه كونيير يماركي له، يا ودي حنايا حنا كي شفنا باللي كارديا كان كاين كارديا ضرباتو طلعت دخلت، سوء التقدير تاعو صحيح غلطه دارها، وكل الحراس يديروا غلطات، هادو كاين بزاف حراس اللي يديروا غلطات. هذه هي على ذيك نقولوا ودي الناس هادو اللي دخل الله كاين اللي الله غالب شباب يدير لهم، كاين اللي الله غالب اودا يجي يدير لك كونيه ريماركي له، يا ودي اضربك وين ما تكون كاينه كوفرو ارجع حبس، اي عيطوا تشونيه جيبوا شو طياره روحوا قارعوا روحوا حوسوا، روحوا اللي بيشري الكسره لداره، اللي بيشري الحليب، اللي بيشري الدجاج، اللي بيشري اللحم، روحوا دوروا بين ما جات الطياره عاودوا ولوا. تما كيما هكا هو يلعب في انجليزا والله غالب يلعب نيير، شكون نيير جابو مركاله، جابو مركاله مش انا نستهزئوا، جابو مركاله حباش تقول لي تهضر لي محرز، جابو مركان نيير دخل عنده في الشبكه في غولي مركانيير، بوقرة مركانيير، بن سبعيني مركانيير، إي مالكم نورمال نتوما تبانكم، أي بانت لكم واعرة، ماهيش واعرة، قادر كان الغارديا عادك دار كاع حسابات وراح كاع الجهة هذيك، الجهة تاع محرز اللي يبغيها محرز، ودخلت لها البولا، والله غالب، كانت فور. ما تقوليش كسر خير الكاردي، انا فين نقول لك كسر خير اللي يضرب البوله. تحيه محرز. زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي يراسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار. زاتشي انت 1000 قطار لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار. زاتشي انت 1000 قطار،
زاد شي انت 1000 هكتار، زاد شي انت 1000 هكتار يدي 1000 هكتار في 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 الرشايقه في المنطقه اللي تتسمى الرشه وام الزبوج. الرشه وام الزبوج الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانه مرموقه في انتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.